مرحبا، رح نحضر اليوم وصفة مميزة من البطاطا البوري مع اللحمة بالخضار. على المقلاية على نار متوسطة بضيف ملعقتين كبار زيت زيتون، 400 جرام لحمة مفرومة، ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، كوب فلفل أخضر، كوب درة، كوب جزر، كوب بازاليا، كوب بصل، كوب صوص البندورة. بتركهم 10 دقايق ليستووا وبفرغهم بالبيركس. لتحضير البطاطا منحتاج 3 حبات بطاطا مسلوقة، ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة كبيرة زبدي، كوب جبنة أشقوان، 100 ملي كريمة طبخ، وبهرسهم منيح. نضيفهم فوق اللحمة وبرش على الوش جبنة أشقوان. دخلهم الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. وهيك الوصفة جاهزة للتقديم. جربوها وألف صحة وهنا.